انا واحد الانسانه اللي مطلقه، عندي بنت وولد. الولد عنده عامين ونص. بحكم نتوما عارفين الراجل ما تكفلش بولادو حتى حاجه. ما انا كندير هادشي ديال الحلوه، وقلت زعما ندير هادشي ديال التكاشطو. داكشي تعرفت على واحد السيد دار معايا باش يعطيني التكاشطو هادي. من بعد حتى ولا كيقول لي اللي غادي تربحي داكشي قليل، هاك يا غادي تربحي شي حاجه كثيره. صافي عطاني الحشيش باش نديه لكازا وجبتو. لا غير في الطريق هو تلاقاني ما بين الرباط وفي العرجات بالضبط. صافي قال لي اديهم الكازا وغادي تاخذي فلوسك تما. فعلا المره الاولى عطاها لي وعطاني فلوس. المره ماشي غادي تقولي طمعت، ولكن الحاجه هو اللي كتخليك انك ما تفكريش في العواقب، ولا تفكري شنو يمكن يواجهك. راك تفكري شنو مخليه من موراك، ماشي اللي قدامك. شنو مخليه من موراك؟ ولادك انت فين غادي تكوني؟ هذا هو. صافي المره الثانيه حتى تعطى بيا وتشديت، لان ما كنتش كنفكر. الانسان اللي غارق ما كيبقاش يفكر شنو خصو، غير يطلع، غير يهز النفس، ما تيفكرش كيفاش ولا على اي طريق. وخا تغرقي واحد اخر باش تكوني، باش تعيشي انت، ماشي مشكل. ماشي كيبان لي غير الحشيش. انا مشيت كندير هادشي ديال الحلوه، مشيت خديت التكاشط، ولكن شكون اللي غادي يكون بيك؟ كتمشي تهز كريدي، خاصك الاوراق، خاصك خدمه. فين هي الخدمه؟ خاصك دار، مول الكراي بقى يدق عليك. خاصك ماكله، شنو غادي توكل لولادك؟ خاصك لبسه، شكون غتلبس؟ تم زياره كنقول لهم ما تجيبوش لي ولادي، عندي 3 سنين. دوزنا 7 شهور. واخا تعيي ما توصي، عرفتي علاش؟ لان هادشي حتى انا شفته من الناس وحدين اخرين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. واخا نقول لهم ردوا بالكم، وهادي حنا كنشوفوا هادشي في التلفازه، كنشوفوا برامج التوعيه، كنشوفوا شنو واقع في الواقع مع الناس، كنشوفوهم هذا دخل الحبسه. علاش 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 علاش؟ وواحد الوقيته كتغمض عينك ما كتبقاش. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.